أنا قبل مدة كنت أتكلم عن لحم الأرنب، قلت لحم الأرنب حرام، والحينم أقول حرام وأقولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام. عندنا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تحرم أكل الأرنب. الأرنب من ضمن الحشرات، والحشرات عموما محرمة. أنت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد.